الخير مشاهدينا، رمضان كريم، رمضان الكرم كله وفعل الخير وتقديم المساعدات للآخرين. في شهر رمضان الكريم في طعم البيوت حاولنا إن احنا نركز على كل المجهودات الفردية الإيجابية اللي بتحاول تقدم كل اللي احنا ذكرناه ده، تحاول تساعد الآخرين. قدمنا أيضاً وألقينا الضوء على حملات ومبادرات. النهاردة مبادرة جديدة من المبادرات اسمها سفراء العمل التطوعي، هنستضيف مؤسسها وأفراد منها. ده بالإضافة إن رمضان الخير والكرم والعطاء صحيح، لكن رمضان برضو الوجبات الشهية والأكل الشهي. معانا الشيف آيات إبراهيم هتقدم لنا أنواع مختلفة من السلطات اللي بتفتح الشهية قوي واللي مفيدة في نفس الوقت. خلونا بس نمشي بترتيب فقراتنا ونبدأ معاكم بأول فاصل نشوفه مع بعض ونرجع نستكمل حلقتنا. أهلا بيكم مرة تانية مشاهدينا، مرة تانية وكل يوم حتى نهاية الشهر الكريم، كل سنة وانتوا طيبين. زي ما قلت لكم إن إحنا طول شهر رمضان بنحاول نقدم فقرات متنوعة فيها كل حاجة تحبوا تشوفوها وتتابعوها. قدمنا دايماً أعمال الخير، الأعمال التطوعية، سواء كانت من مجهودات فردية بيتطوعوا بمجهودهم بوقتهم لمساعدة الآخرين أو حملات ومبادرات. معانا النهاردة مرة تانية بأذكركم للي ما كانش متابع من الأول، معانا مبادرة سفراء العمل التطوعي ومستضيفين مؤسس المبادرة الأستاذ حاتم الروبي ومستضيفين أستاذة ميسة محجوب المتحدث الإعلامي باسم المبادرة. معانا كمان فقرة احنا بنحبها وبنحب نتابعها، فيها أصناف مش هنقول جديدة لكن فيها أنواع من السلطة، والسلطة احنا عارفين انها مهمة جدا في رمضان لأن كل أكلنا فيه دهون، أكلنا فيه المحمر والمقلي فالسلطة مهمة جدا خصوصا لما تكون سلطة مفيدة وبتفتح النفس كمان في نفس الوقت. النهاردة معانا الشيف آيات إبراهيم، ولما نبدأ فقرتنا هتعرفوا الأصناف اللي هنقدمها لكم النهاردة. خلونا دلوقتي نتابع مع بعض برضو تقرير عن نوع مختلف من الأكل وهو ملك الأكلات كلها في شهر رمضان الكريم، وهو الفول. دايما بنحاول إن احنا نقدم الفول كوجبة رئيسية تقريبا في السحور، وأحيانا كمان في ناس بتحب إن هي تاخده على الفطار. هنشوف مع بعض دلوقتي أنواع مختلفة لتقديم الفول، شوف التقرير مع بعض. احنا بنلتقي مع عم حسن النهارده في لقاء خارجي من واحد من مطاعم الفول علشان اقدم لكم وصفه من وصفات الفول الكتيره اللي احنا بنحبها واللي تعتبر وجبه رئيسيه في شهر رمضان. انا شايفاك عمال تحضر في سندوتشات، شايفه طبق فول يعني شهي جدا، شكله حلو قوي، ممكن اعرف عملته ازاي؟ حضرتك جبنا فول مليدرة. لا قول لي بقى اسمعك. ايوه حطينا هنا جبنا مليدرة في الطبق وحطينا عليه زيت وملح وشطه زي ما انت شايفه، زيت وملح، ملح وكمون. الزيت ايه نوع؟ لان انا شايفه كذا نوع زيت. حضرتك زيت عادي اللي هو الزيت الحلو. ايه اكتر زيت بيطلب منك نوع فول؟ زيت الحلو. قليل لما بيطلب الزيت الحر في رمضان؟ لا مش عمليه قليل، بيبقى في ناس قليله قوي اللي بتطلبوه. انا شايفاك حاطط طحينه على الفول، يعني الفول اللي احنا شايفينه ده فول متدمس، قعد يدمس قد ايه؟ حضرتك بيعدي من 12 ساعه وازيد. 12 ساعه وازيد. 12 ساعه وازيد. واعرف ان الفوله عليها عامل كبير قوي، نوع الفوله نفسها. اكيد طبعا الفوله بيبقى فيها انواع الفول من واحد لثلاثه وكلام من الدرجات. واحد وثلاثه. في درجاتها. نمرة واحد دي ايه بقى؟ اللي هي مواصفاتها ايه؟ دي حضرتك اسمها بيقول عليها احنا كشغلنا احنا بنقول عليها الفولة المقمورة. الفولة المقمورة. تمام. دي بيبقى لها نظام تخزين معين حضرتك وبيبقى لها شغل تاني. الفولة المقمورة هي نمرة واحد، أنا عايز أعرف أنت بتلف بسرعة إزاي كده؟ ما شاء الله عليك يعني، وعملت 20 سندوتش في ثانية واحدة. لا يعني ممارسة مش أكتر. يعني أنا بحاول أساعدك مش ملحق. يعيش الله يخليك. مش ملحق. هي ممارسة مش أكتر. ممارسه ما شاء الله عليك. وبعدين كنا شايفين قدامك عدد كبير جدا، انت خلصت كله في ثواني. ثواني الايدين ما شاء الله سريع. طيب يبقى فوله نمره واحد هي الفوله المقموره، فوله نمره اثنين بقى نوعها ايه؟ يعني يا عم حسن انا ممكن اساعدك. انت هتحط كل ده في كيس واحد؟ ان شاء الله خمس. طيب انت بقى ركز معايا في نوع الفوله نمره اثنين ايه؟ ها؟
شوفي بقى حضرتك التونه لما تكون دي بتقل مشاعر الجوده بتاعه الاولانيه. ايوه بتاخد سوا تمام وتاخد مجهود اكتر علشان مستواها اقل يعني. احنا ممكن ناخد الكيس ده ثروه ونمشي خلاص. عمرك احنا نزوده. لا بالهنا للناس اللي طالباه. اهم حاجه هي نمره واحد لازم حضرتك طالما الفوله كويسه هتظبط معاكي في اي حاجه. تمام يبقى اهم حاجه الفوله الكويسه. احنا هنعرف منك بقى السر بتجيبه منين، وبعدين نعرف منك بعد كده في الحلقه اللي جايه ندمسه ازاي في البيت، ولو ان صعب مش كده؟ صعب جدا. انا هقول لك بس ان حضرتك لازم عندنا ادوات معينه. اي حاجه بتتصنع في البيت خصوصا الفول تبقى ليه نظام معين هنا غير اللي في البيت. تمام. انت حضرتك بتحط لمؤاخذه الفول على الدماسه وفي قلب النار وتشغلي عليه شمعه ومش عارف ايه. فده كله بيختلف غير لما تجيب بياخد وقت طبعا. وده يستوي كتير. تعبناك يا عم حسن. احنا في الحلقه الجايه بقى نعرف منك سر الاسرار الثانيه بقى التدميس يكون ازاي. التدميس بيكم مرة تانية مشاهدينا في طعم البيوت وفقراتنا المتنوعة. هنبدأها بتقديم فقرة مع الشيف آيات إبراهيم. أهلا بيكي. أهلا كل سنة وانت طيبة. أنا وعدت المشاهدين إن احنا هنقدم أكتر من صنف سلطة إن شاء الله. وإحنا عارفين إن احنا في رمضان محتاجين السلطة قوي، لأن انت عارفة كل اللي بناكله حاجات دسمة قوي، محمرة مقلية، محتاجين مرطبات. وعلى فكرة مش شرط يكون أساسا اللي احنا بناكله ده كله يعني فيما يوازي فايدته مع الدسامة دي كلها. صح حقيقي. فكويس قوي السلطة وبتفتح النفس كمان. بالظبط كده. فقولي لي بقى هتقدم لنا ايه انواع السلطات؟ هقدم فتوش. تمام. وسلطة فاصوليا حمراء وسلطة كولوسلو. وكل سلو فتوش وفاصوليا حمراء. الفتوش دي لبناني مش كده؟ تعتبر هي السلطه بس الخضراء. هي خلاص دلوقتي بقى يعني هي عاديه في كل المطاعم. بالظبط دلوقتي في كل المطاعم. مش هي سلطه خضراء بس احنا التوابل هي اللي مختلفه. الدراسه والعيش اضافه العيش الناشف اللي احنا شايفينه ده الشامي. شامي محمر. ايوه شامي. ما احنا هنعرف منك بقى المقادير وكل حاجه معموله ازاي. قولي لنا بقى المقادير بتاعه ايه اول سلطه. سلطه الفتوش. طماطم طبعا. الطماطم مفيده جدا للهضم. ايوه والخس مليانه فايده. بالظبط فايدتها يعني نفضل نتكلم فيها كتير قوي. وفيتامين جيم. ايوه. الخس فيه زيوت عاليه جدا ومهضم هايل. ايوه. الفلفل الالوان طبعا غني بالكولاجين. كولاجين ده بشره طبعا وشعر وكل وشعر حاجه. وكل ما الالوان زادت كل ما القيمه الغذائيه بقت اعلى. الفجل بقى كويس جدا للكبد وبيطرد السموم. ايوه. الخيار طبعا مرطب هايل جدا برضو عشان العطش وبرضو للبشره هايل يعني ممتاز. واحنا محتاجين اللي يعوضنا يعوض الساعات. خلي بالك كمان الحر هيبدا اكتر يعني هو بدا فعلا معاكي حق. هو بدا خلاص بالنهار بالتحديد. بالظبط بالظبط. طيب اللي انت عاملاه اللي انا شايفاه كميات مش كثيره. لا مش ولا هو لما يتحط على بعضه. بس هي لما هتتحط على بعضها هتبقى كميه كبيره يعني ده نقول كفي عيلة. لا طبعا اكتر. يعني دول مثلا اربع طماطمات. انا اعتقد ان العيله هي طماطمه الاثنين طماطمايه واحده بس. أيوه. في السلطه انا بعمل كده يعني. تمام. فكده خلاص ده طبق العيله الاسره كبيره خمسه او سته يعني. ايوه. وبعدين انت هنا مستخدمه الراس بتاعت الخس. هي بتتعمل براس بيتحط معاها اضافه الراس بتاعت الخس. بتتقشر وتتحط الخصايه. مهم قوي انها تتقشر عشان المراره اللي فيها. طيب ايه رايك بقى واحنا بنتكلم نبدا نشتغل ونوري بقى. أوكي. طبعا لازم ناخد بالنا من الديكوريشن وبنقول دايما العين بتاكل مش بس يعني حاسه التذوق. هم دايما في المطاعم بيقدموها كده وانا خدتها منهم بيحطوا الخس الكابوتشي اللي هو ده الاوراق الطريه. الاوراق الطريه بنفردها الاول بس بعد كده هنحط السلطه عشان نعرف نقلبها هنحطها في بوله ثانيه. اوكي. وهنبدا بقى ايه نبدا يا ريت. يلا واحنا بنتكلم كده وبنعرف مشاهدين بنعمل ايه. دول الاربع طماطمات. دول عيله كده. مكونه من اربع اشخاص نقول مثلا ودي أو أكتر. ودي حوالي دي ربع خصايه لان الخس طبعا والراس بقى بتاعت الخصايه كلها. تمام. أوكي.
وبقدونس وكزبرة، بس مش هنحط كتير. يعني الكابوتشي ليه نفس فايدة الخس البلدي القديم؟ الخس البلدي أعلى ولا أعلى ها في الفايدة؟ أي حاجة بلدي. أنت مستخدمة هنا إيه؟ ده بقدونس، والأولاني كان كزبرة. دلوقتي هنحط بقى الفلفل الأصفر. يعني برضو انا لو استخدمت فلفل اخضر بس؟ لا عادي مفيش مشكله، ما هي الفايده واحده يعني فايده واحده. لا الفايده واحده بس الالوان طبعا الالوان بتجذب اكتر يعني. ايوه. والفجل بقى يا جماعه عايزه اقول لكم انه مضاد للاكسده وهايل جدا جدا جدا، وبيقي من مرض الكانسر والعياذ بالله. اكلات كثيره قوي بتقي من مرض الكانسر، ورغم كده هو في التزايد. يعني انا اعتقد ان مفيش اكلات كتير، مفيش حد بيستخدم الفجل كتير. لا خلينا نقول ان هو مش بيخفف، لكن احنا لو خدنا بالنا من الوقايه يعني بالزبط. ولادنا يتربوا على ان طبق السلطه ده مهم جدا. انا في رايي يعني انا متهيألي اهم من مثلا الخضار اللي بيتحط على النار وبيفقد فيتامينات كثيره. ده حقيقي، ده يعني حقيقي. ده مش بيتحط على النار؟ لا ما بيتحطش على النار طبعا. يعني انا متهيألي ان الواحد لو كل مثلا من ده على الفطار وعلى السحور هو كده يعني الدنيا تمام وزي الفل، مش ناقصه يعني اي حاجه، مش ناقصه اي حاجه. بس احنا ناكله وما ناخدش الدسم في الاول عشان ما يقفلش. بالعكس احنا نبدا بطبق السلطه بعد الشوربه. بس مين يسمع الكلام بقى؟ ده احنا انا بسمع الكلام. بصي هو ممكن بعد مرور 10 ايام من رمضان على فكره بنبدا نزهق، محمر ومشمر وصواني والكلام ده بنزهق. بالظبط ده حقيقي. فممكن نبدا نسمع الكلام بقى وبعد الشوربه نبدا في قصص السلطات. والله هو حتى لو انا هاكل معاه، لو انا حتى عايزه اقلل شويه، بلاش بقى مثلا لو هتبقى سلطه تبقى سلطه مع بروتين. هيبقى حلو، هيبقى لطيف. وعلى فكره وممكن برضو ما احرمش نفسي بس بكميات صغيره. بالظبط كده. بس اللي هو نظام ايه؟ ادوق يعني. هنا بقى انت أهو. بتعرضيها خلاص. انت حطيتي ايه دريسنج؟ معلش لسه ما حطيتش دريسنج. هحطه دلوقتي. انا هحطه بعد مهمة ما مهمه التوابل قوي. دي عباره عن سلطه خضراء، لما بتزهقوا من السلطه الخضراء ممكن بعض الاضافات بتتحول الى فتوش. بالظبط اللي هو سلطه خضراء بالعيش. احنا قبل ما هنحط قبل ما هنحط العيش ده صويا صوص ولا ده ايه؟ لا ده دبس الرمان. دبس الرمان. دبس الرمان. اوكي. انا ما رضيتش اخلطه بره لان هو بيتخلط وقت الاكل. يبقى انتوا شفتوا معانا اول وقت حاجه الأكل. مش هينفع ان الشيف ايات حطيتها اللي هو دبس الرمان. زيت ده لازم ساعة الأكل. ساعة الأكل. بيبقى فيه مزازة عشان ما يدبلش الورق الأخضر مع الخضروات. بس وهنحط دلوقتي بقى لأنه لو اتحط قبل ممكن يخلي العيش يطرى. فساعة الأكل برضو أكون محضرة العيش وأحطه. بالظبط. الزيت الزيتون طبعا معروف بفايدته برضو. لا ده زيت الزيتون ده لوحده قصة. قصة. ودبس الرمان على فكرة. ومهم جدا على فكرة زيت الزيتون للمرارة. أيوة. الناس اللي بتعاني من المراره لو خدت زيت زيتون، معلقه زيت زيتون على الريق. أيوة. هتخف المراره جدا عندها. لا فعلا طبق شهي جميل قوي. ممكن كمان وجوعتينا ايات. احنا ممكن كنا نزود. احنا بس هنحط كده بس عشان اللي هو الديكوريشن علشان نكسر العيش الشكل النهائي. بالظبط كده. خلاص ده كده اول طبق سلطه. احنا لو قدمنا ده كفايه. بس انا شايفاكي عامله النهارده ثلاث اصناف. ما عشان ثلاث اصناف يعني الناس دايما. طب نبدا الصنف الثاني ولا أوكي. ايه يعني؟ طيب نوريه بس للمشاهدين. ناكد عليهم ان العيش بيتحط في اخر لحظه. دبس الرمان برضو. التوابل كلها. قبل دبس الرمان قبل العيش عشان ما يخليش العيش يطرى. وزيت الزيتون عشان ونعمل على قد الكميه. بالزبط. علشان هدر الاكل ده بيزعلني قوي. ايوه صح ده حقيقي. هدر الاكل ده لازم في رمضان بيحصل بس عشان نقلل على الاقل. طيب دي ممكن نشيلها على جنب مش كده؟ طيب اوكي. تسلم ايدك يا ايات. تسلمي يا حبيبتي. طبق شهي جدا. تسلمي. عارفه احنا لو مش صايمين كنا دقنا على الاقل وقلنا لك دبس الرمان قليل، لا كتير، لا تزود هنا قلل هنا. بس تحبوا بقى نبدا في الصنف الثاني اللي هو بقى كول سلو. كول سلو. كول سلو ده احنا بناكله جاهز وبنروح بس مطاعم. بس كول سلو بقى هقول لك شهية جدا. في تكايه كده لازم تتعمل الاول في الكول سلو عشان ايه؟ تبقى زي بتاعت بره. بالظبط هو التكات دي اهم من الوصفه نفسها. المايونيز. ده مايونيز جاهز عادي. هنشيل بقى اللي احنا مش عايزينه عشان ايه ما نلخبطش نفسنا. مايونيز هي اهم حاجه بقى في القصه دي. اهم حاجه دي التكه بقى. السكر. ان احنا نحط السكر على المايونيز ونسيبه بس معلقه سكر كبيره تقريبا. مش كده؟ شفتوا بقى التكه. ركزوا هنا المايونيز هو بس يتقلب عليه الاول عشان في ناس بتروح حاطاه كله على بعضه بعدين يجي يقولوا لي لا طعمها ما طلعش
زي ما انت بتقولي. يعني تقصدي اول حاجه ان احنا نقلب المايونيز على السكر لوحده على جنب، تسيبيه شويه واسيبه كمان. هو هيبدا دلوقتي، هوري حضرتك، هيبدا هو يدوب لوحده. لو قعد يتقلب مش هيدوب. تمام. هو لازم هو مع نفسه يقعد يدوب مع المايونيز، هو المايونيز هيدوبه. بتقري بقى الحاجات الاسرار دي؟ لا. ولا بتعرفيها بالخبره؟ لا لا بالخبرة. ولا حد بيقولها لك؟ لا انا لما بروح مكان وبتذوق ببقى عارفه الحاجه دي اتعملت ازاي. بتفهمي على طول لوحدك؟ بفهمها هي معموله ازاي، انا ما حدش علمهاني يعني. اصل احنا لما بنروح اماكن ونسال مش بيتقال لنا كل اسرار القصه، ما بيشيلوا برده كده. لا 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 انا لما بدوق الحاجه بعرف هي معموله ازاي. ايوه بس تمام. فاحنا برضو ده بقى كرومب. المقادير برضو احنا ما قلناهاش في الاول. كرومب الاحمر او الموف دي واحده كامله. لا 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 دي شريحه، بصوا اهي الشريحه دي شريحة. اللي انتوا شايفينها مقطوعه من الكرومب. الكرومب بقى هايل جدا برضو للهضم وللتخسيس. اوكي. وبرضو فيه فيتامين جيم. ايوه تمام. انا هستخدم نوعين كرومب. عايزه اقول لك ان الشكل اللي احنا شايفينه ده سواء الكرومب ده ايه، ده كرومب الابيض برضو بقى. اللي هو ده، عشان في ناس بتسالني برضو هو كابوتشي ولا ايه. لا هو مش كابوتشي. الكابوتشي عمره ما نلاقيه ماسك نفسه ابيض قوي كده وكبير. الكابوتشي اهو. عشان بس في فرق بين اللي كان لسه في حد بيسالني. عايزه اقول لك بس على حاجه يعني ان انا ساعات بروح عند الخضري برضو واتلخبط شويه واسال اتاكد ان لا هي الكابوتشيه هي اللي ساعات بتغير شكلها بتدي على كرومبايه بتدي على كرومبا. هي فعلا لو لسه صبحه او كده بتبقى شكلها منتفش شويه فتبقى باينه كانها كروم. ايوه تمام. لما تبقى فريش قوي بقى كده بالظبط. احنا بس هنعمله حبه ديكوريشن عشان يبقى شكله ايه حلو قوي. انا بحب قوي ان الطبق يبقى كده ليه شكل حلو. قد ايه ده بيفرق. هو المفروض الكول سلو بتتقلب وتنزل متقلبه، بس انا برضو ايه بحاول اخترع الايام دي. يعني تقصدي ايه المفروض بتتقلب وتنزل؟ يعني المفروض ان هي الـ 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 ان هي تيجي متحضره، يعني تبقى في بوله اعملها اقلبها كلها وبعدين افرشها الفرشه. بس انا بقى بقول ان انا هعمل الدريسنج بتاعها وهرشه عليها عشان نحتفظ بس بالشكل بتاعها شويه وكده كده هتتقلب. طب ما انا هقول لك على حاجه، ما انت ممكن تنفذي الفكرتين بان انت تقلبي في بوله البيضاء الكرومبايه البيضاء لوحدها والكرومبايه الموف او البيربل دي لوحدها. ممكن بس برضو بتدي وبعدين تفرش. اصل هتدي لون في الاخر. ما احنا هنقلبها دلوقتي ماشي يعني. أوكي. في الاخر هنقلبها بس عشان يعني تقدري تقلبي براحتك. شفتي انا بقول افكار برضو. ايوه حلوه. يعني انا ولازم بقى جزر مبشور مفيد قوي. اصل مفيد. في ناس ممكن ما تحبش المايونيز مثلا. فلو انت ما بتحبش المايونيز وشفت الطبق ده هيبقى برضو شكله حلو وجميل. المايونيز طبعا لو انا بقى واحده بخاف قوي على السعرات الحراريه منه لايت. لا ما هو انا برضو بعملها لايت. بعملها بالمايونيز اللايت والزبادي اللايت. انت هنا ايوه قولي لنا بقى. لا استني ما اقول لك. فوتي هنا على فكره حاجه مهمه. انت قلتي السكر بس انت هنا ضايفه زبادي على المايونيز. لا المايونيز الزبادي هو لسه هنضيف. بس لما شفتي نفش ازاي اما السكر. شفتي عمل ازاي السكر خلاه ينفش عامل زي الكيكه لما سبونج لما هو ده تتخمر. هو ده اللي بيديها اللزوجه اللي انت بتشوفيها في المطاعم بره. ايوه ان هي السكر يتحط الاول. بس انا جربت كل حاجه. جربت ان انا احط الاول السكر وجربت ان انا اقلبها على بعضها. جربت كل الحاجات دي بس أوكي. دي اكتر حاجه نجحت. تمام نبدا بقى ان ثواني بس تدوب شويه. دي اقل من خلينا نقول برضو ان في زبادي ما تنسوش دي كميه صغيره. لا دي علبه. علبه بس هي العلبه صغروها تقريبا. العلبه بقت كده. ودول حوالي 3 معالق مايونيز. احنا لازم نغير المقادير ما دام بيصغروا حاجه. المقادير القديمه لا لا هي عموما الزبادي اقل من المايونيز عشان طعم المايونيز يبان. طيب تمام خلاص حلوه الاسرار. اهي خلاص كده اهي. شوفي حاجه داب المايونيز. تمام هنبدا بقى ايه نخلط بقى الخلطه تمام. وانا انصح برضو ان احنا ممكن نخلطها في طبق ثاني او في بوله وبعدين احنا برضو بنقول ايه اللي حابب يعمل كده. اوكي يعني هيبقى شكل برضو بجد جوعتينا. هي بندي افكار بس مش اكتر. بس طبعا في النهايه هي في النهايه كله سلوك بتتقلب على بعضها. الزبادي يا جماعه لازم يتقلب قبل ما ينزل عشان لو ما تقلبش برضو ايه لازم يتضرب كويس. تمام يبقى كده مايونيز على الزبادي. ما حدش بقى يحط ولا خل عشان بيبوظ طعمها. طب ملح ولا ملح ولا اي حاجه ولا فلفل كده ولا بس. اي حاجه
بس كده بس كده دي الكولسترول اللي انتوا بتاكلوه بره وتقولوا الله ونروح على الاوبن بوفيه بتاع السلطات بنقبل عليه كده بشاميل هو ده هنا اشهى هنا انضف هنا سعره اقل كتير كتير قد ايه احنا خدنا دي كل اللي استخدمناه اللي انتوا شايفينه ده ودي جزراني يعني ما جيناش لنص كمان الكروم لا لا دي تقعد كتير يعني تقعد كتير وقت طويل ليها اسلوب حفظ بالمناسبه عشان بس بالاسترتش قوي بالاسترتش احفظ بالاسترتش اللي هو بنقول عليه اكياس الثلاجه تمام هو ده لما تتغلف بيه وما يكونش فيها هوا خالص يعني انا احطها في اي حاجه عايزه احافظ عليها كيس ثلاجه واتاكد ان انا فرغتها منها فرغت من الهواء طيب انا عايزه نقلبه ولا نخليه لا خليه شكله حلو شكله حلو مشاهديني بقى هم يبقوا يقلبوه في البيت بقى كدا. طيب ايات وبرده مشاهدينا بندعوهم ان هم يخرجوا معانا الفقره برده عن الاكل رمضان بقى رمضان يا جماعه يعني بنتكلم زي ما قلنا كده في بدايه الحلقه عن الخير عن تقديم المساعده عن جبر الخواطر عن الصيام عن كل ما يسوء الاخرين او يسوءنا احنا شخصيا وكمان الاكلات الشهيه هنشوف مع بعض دلوقتي اكلات ممكن تكون هي نفسها مش جديدة بس بتتقدم بأفكار مبتكرة وجديدة أهلا بيكم مرة تانية ثالث طبق هنلتقي بيه دلوقتي ثلاث نوع سلطة مع الشيف آيات إبراهيم إيه نوع السلطة بقى المرة؟ سلطة الفاصوليا الحمراء بالذرة الحلوة والفلفل الألوان سلطه فاصوليا حمراء ذره دي كميه قد ايه نص العلبه ودي علبه نص كاملة. العلبه ودي علبه دي كامله علبه كامله بس لازم تتغسل الفاصوليا الحمراء لازم اي معلبات المفروض ان احنا بنشوف الخضروات بقدونس بقى ايه بقدونس وكزبره وفلفل الوان سكر زيت زيتون خل برضو السكر هنا بس قليل مش هنحط كتير طب نبدا اوكي يلا ماشي تمام هنحط بقى يعني ايه حوالي نص معلقه سكر بس اوكي دي اول حاجه بتتحط مبدئيا كده السكر هو اول حاجه وعليه الخل تمام طبعا مفيش مقادير قوي انت لا 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 انا ما بحبش المقادير يعني هنقول ايه معلقه خل معلقه زيت زيتون نص علبه ذره خلي بالك احنا كاننا بنكلم مبتدئين مبتدئين بيحبوا يعرفوا معلقه صغيره ولا معلقه كبيره ما هي معلقه كبيره طيب خلاص لان بالمعيار كده هي معلقه كبيره اوكي يبقى بدانا بالسكر وبعدين معلقه خل كبيره وبعدين معلقه زيت زيتون كبيره وبعدين وده نص لا نص علبه بس مش هنحط اكتر من كده تمام وده بقدونس ما يجوش يعني ثلاث يعني كده ثلاث ورقات هي يعني. بتاخد الكزبره اكتر فلفل الوان يبقى بقدونس قليل كزبره اكتر والفلفل ملون تمام الفاصوليا غنية بالفوليك أسيد عالي جدا طبعا الفلفل الألوان كولوجين زي ما قلنا أيوة الكزبرة هنحط بقى دي كلها دي كلها بقى دي البطلة الرئيسية دي الوجبة أو المكون الرئيسي ممكن لو حد حابب يحط بصل بس هي الأظرف فيها البصل الأمريكي اللي من غير ريحة البصل الامريكي اللي من غير ريحه بس بيدي لو هنحط نفس الطعم لا هو هايل هايل لو هنحط البصل العادي بتاعنا يبقى هنحطه الاول في الزيت والخل بس يطير الريحه بتاعته تمام شفتوا طبق سريع ازاي طبق فعلا سريع وطبق عايزه اقول لكم حقق كل انواع الفايده فمش يعني احنا بنشكرك لان انت عملتي اكتر من نوع سلطه كلهم افيد من بعض وشكلهم انا ما دقتش لكن شكلهم حلو قوي الريحه انا جايلكم مره بعد الفطار بقى وبعدين انت سلسه كمان يعني انت حاسين الموضوع سهل قوي وعايزين بقى لقاء بعد الفطار ان شاء الله عايزين بقى اطباق ثانيه بقى للفطار ان شاء الله ان شاء الله بنشكرك ايات ابراهيم كل سنه وانت طيبه مره ثانيه مشاهدينا زي ما قلت لكم ان احنا اهتمينا بالجانب الاكل والوجبات والاصناف الشهيه ايضا العمل التطوعي عمل الخير ليه نصيبه معانا في حلقه النهارده من خلال لقائنا مع سفراء العمل التطوعي استاذ حاتم الروبي واستاذ ماسه محجوب هنشوفهم بعد ما نطلع لتقرير التقرير عن امراض السكر وصيام شهر رمضان نشوف مع بعض التقرير
الصيام الآمن لمريض السكر. إزاي مريض السكر يصوم؟ لازم الأول بنحدد هو هيصوم ولا عنده رخصة بالإفطار، ولو صام هيصوم إزاي، إيه الأدوية اللي هياخدها، لأن مش كل الأدوية تنفع تتاخد مع الصيام. في أدوية بتسبب ساعات نقص السكر لازم ما نديهالوش ونغيرها بأدوية تانية. نقول له هيصوم إزاي، هيحلل كم مرة في اليوم، هيعمل تحاليل إيه علشان خاطر يصوم صيام آمن، ويعمل تحاليل في بداية رمضان، وبالتالي نقدر نحدد له يكمل صيام ولا لأ. النصيحة التانية اللي بنقولها له إن أنت أول ما السكر يهبط عندك لازم تفطر على طول، ما تقولش استنى ده المغرب قرب. الحقيقة المؤتمر هيبقى فيه أكتر من 15 جلسة، أكتر من 40 محاضرة، هيتناول الجديد في علاج السكر، إزاي الطبيب يختار العلاج المناسب لكل مريض، الكشف المبكر عن مضاعفات السكر، هيتم نقاش ما وصلت إليه حملة 100 مليون صحة، إيه النتائج اللي وصلت لها، لأن دي الحقيقة هتغير لنا خالص الإحصائيات اللي كانت موجودة عالميا إن إحنا عندنا أكتر من 8 مليون مصاب بالسكر. المبادرة كشفت لنا حاجات كتير، منها في ناس ما كانوش عارفين إنهم عندهم سكر أصلا، في ناس منهم كانوا بيعانوا من مضاعفات السكر وهم ما عرفوش إن ده نتيجة السكر. فالمبادرة فعلا حددت لنا، وإن شاء الله هتقيم أو هتجيب لنا إحصائية مظبوطة لمرضى السكر في مصر. بأحدث تكنولوجيا أمريكية بتختصر مدة العلاج من 3 شهور لـ3 أسابيع فقط، والكلام ده اتجرب وعليه أبحاث كثيرة جدا جدا. احنا سعداء إن وزارة الصحة المصرية اهتمت وسجلت هذا المنتج حتى يكون متوفر في جميع الصيدليات وعند الأطباء والمستشفيات، عشان خاطر احنا زي ما احنا عارفين ان بيكون في مشاكل كبيره لقدم السكري بتؤدي الى البتر في كثير من الحالات، ولكن الان احنا بنقلل كثير جدا جدا حالات البتر زي ما هتشوفوا في الصور ان شاء الله. بيكم مرة تانية مشاهدينا، بيبدأ لقائنا دلوقتي، لقائنا مع سفراء العمل التطوعي مؤسس المبادرة أستاذ حاتم. أستاذ حاتم الروبي أهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيب. معنا أيضا الأستاذة ميسة محجوب المتحدث الإعلامي للمبادرة، أهلا بحضرتك، أهلاً. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيبة. سفراء العمل التطوعي معروف يعني، أو الاسم واضح إن في أكتر من جنسية أو مش مصريين بس اللي مشاركين فيها، واللي عرفوا كمان إن عددكم وصل لأكتر من 15,000 متطوع، وده رقم كبير جدا. أسألك الأول، أنتوا بادئين من إمتى عشان توصلوا للرقم؟ إحنا بدأنا سفراء العمل التطوعي في 2011، وطبعاً كان 2011 كان يعني كان في سبب رئيسي اللي إحنا نبدأ. 2011 كانت نتائج الثورة، وكانت بدأنا نحس اللي فيه فعلا ناس محتاجانا اللي احنا نتحرك. فاحنا كمجموعة من الأصدقاء حاولنا نقول اللي احنا مش هينفع نقعد في البيت، لازم ننزل نعمل مبادرة. فكنا لما اتحركنا كنا يعني مجموعة بسيطة جدا، 8 يعني مجموعة أصدقاء فعلا، مجموعة أصدقاء فعلا فكرة ونبدأ نتحرك. بدأت وأكيد بقى حاجات بسيطة جدا يعني إحنا كمان إحنا المجموعة الثمانية دي من طبعنا الشخصية اللي إحنا ما بنحبش اللي إحنا نعمل حاجة روتينية أو قاعدة مكتب، بنحب اللي إحنا نبقى وسط الناس. فده ساعدنا جدا اللي إحنا ننزل نقدم مساعدة وناخد يعني دعوات الناس والفيدباك بناخده مباشرة. ده حفزنا اللي إحنا الفكرة بقى اللي إحنا نختار مسمى، وكان اسمه سفراء العمل التطوعي. أيوة. كنا دايما نقعد السفير، هو السفير يعني اكيد ليه دور، ليه رساله لازم يؤديها في حياته، فكانت فكره سفراء العمل التطوعي. كنتوا مصريين وبعدين بقيتوا جنسيات مختلفه؟ كنا مصريين. كام الجنسيات اللي معاكم، ايه وعددهم كبير ولا لا؟ احنا طبعا يعني مع
مع الشغل على الأرض وزيادة الأعداد وكلنا طبعا إحنا مش متفرغين، كلنا لينا وظائف وفي أماكن، فلينا علاقات، لينا اهتمامات مع الشباب، فكانت فرصة جميلة جدا اللي إحنا نتقابل مع شباب من الدول العربية اللي بيدرسوا هنا أو بيبقى ليهم تدريب في منظمات دولية أو إقليمية، اللي هم يشوفونا على الفيسبوك وإحنا نلتقي بيهم في لقاءات ويتشجعوا اللي هم ينزلوا معانا يعملوا حاجة على الأرض. فده طبعا عمل توسع ومشاركة أكبر من الشباب، ودلوقتي يعني تقريبا معظم الجنسيات العربية الشباب اللي موجودين في مصر للدراسة بينزلوا يعملوا معانا عمل تطوعي. كلكم مجموعة من الشباب تقريبا اللي بيدرسوا، كل الجنسيات اللي بتدرس هنا عدد كبير منهم انضم ليكم. طيب بما ان معايا بقى المتحدث الاعلامي ميسة محبوب، وخليني اقول ان ميسة جنسيتها مش مصريه، انت من السودان. مظبوط، اه من السودان. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا. اشقاء يعني برضه؟ طبعا اكيد اكيد. عددكم كتير من جنسيات تانية وبتعلنوا عن نفسكم ازاي؟ انت المتحدث الاعلامي. مظبوط. مش كده؟ طيب مهم قوي ان انتوا تعلنوا وتعملوا الدعايه المناسبه عند أكيد. الشباب أكيد. عشان ينضموا لكم متطوعين وعلشان المساعدات كمان الماديه. مظبوط. طيب احنا انا حقيقه انضميت لسفراء في 2017 وانا من المتدربين الامانه العامه لجامعه الدول العربيه في 2016، وفي الامانه العامه تعرفت على سفراء العمل التطوعي، وعدد كبير من الشباب العربي اللي بينزل تدريب في جامعه الدول العربيه انضموا لسفراء. الحقيقه الدعايه بتكون من خلال احنا يعني يمكن دعايتنا من خلال الجروب اللي احنا موجودين فيه اللي بيضم اكثر من 15,000. دعاية السفراء بتكون من خلال السفراء نفسهم. أيوة. بمعنى يعني أنا مثلا في سفراء العمل التطوعي أصدقائي لما بيشوفوا شغلي بيشوفوا أن بننزل سفراء بتعمل شغل على أرض الواقع، ما بتقول هي هتعمل، هم بيقول يعني هم بيعملوا على أرض الواقع فعلا. أيوة. فمن خلالي، من خلال ليبيا، من خلال الجنسيات الثانية، السعودية مثلا، كمان معانا دول إفريقية، لما بيشوفوا انه في شغل بينضموا لنا فيما بعد. يعني معانا كمان اليمن، معانا دول عربيه كتير جدا وكمان افريقيا. طيب كلكم بتخدموا في القاهره وفي محافظات مختلفه مش بس القاهره. اللي اعرفه ان انتم بتحاولوا توصلوا بالعكس للاماكن البعيده المتطرفه كرة اللي هي اكثر احتياجا للمساعده، مش كده؟ بالظبط. احنا كان هدفنا اللي احنا ما نشتغلش في القاهره ولا في الجيزه. احنا كان هدفنا اللي احنا نشتغل يعني في القرى الاكثر فقرا خارج القاهره. أيوة. لان كان يعني عملنا برضو احنا يعني ما بنشتغلش بشكل عشوائي، بنشتغل بشكل منظم شويه. فقبل ما بننزل قريه بنحب نعمل دراسه، بنعمل دراسه مثلا ابسط حاجه شنطه رمضان او كرتونه رمضان، بنعمل هنا في القاهره معدل الواحد بيجي له كام شنطه في الشهر. ولو رحنا اسوان او رحنا بني سويف معدل بياخد كام شنطه. فحسينا اللي هنا في القاهره لا، ممكن واحد لان الكثافه كبيره فممكن يجي له كرتونه واثنين وثلاثه واربعه. فلقيتوا ان الاماكن البعيده هي اللي بالعكس مش بيوصل لها. بالظبط، ما بيوصلهاش خالص. بالظبط يعني فالكرتونه مش بيوصلوها. فدي بتفرق معاهم هناك. طبعا احنا مركزين كمان على موضوع يعني احنا برضو العمل التطوعي الواحد بيعمله في وقت فراغه والمجموعه كلها، بس برضو في صعوبات يعني بنواجه برضو الموضوع مش سهل. يعني دايما في انتقاد، يعني ننزل نقدم لحد كرتونه يقول لنا انتوا بتديله كرتونه ما تشوفوا له شغل، ما تدلوش سمكه وعلموه الصيد. مع التجارب هي فكره، بس هي برضو صعب قوي ان انتوا تقدموا مثلا مشاريع صغيره لكل هذا العدد. دي بتبقى اللي عايزه تبقى مؤسسه لمسؤوله ومسؤولين والدوله تبقى تحت مظله رسميه. بالظبط. ما ينفعش افراد زيكم يعملوها، فانتوا بتقدروا على الاقل تعملوا اللي تقدروا عليه من مساعدات عينيه. انا عارف ان انتوا بتقدموا قوافل طبيه، بتعملوا ايه تاني؟ ايه انواع المساعدات تاني؟ احنا طبعا يعني لا احنا فعلا بنعمل مشروعات صغيره. فعلا بنعمل مشروعات صغيره وعملنا مجموعه كبيره جدا من المشروعات الصغيره. يمكن مؤخرا كنا في الفيوم عملنا 15 مشروع صغير. يعني مع دراستنا للمنطقه بنشوف السيدات بالذات بنركز عليهم تقدر تعمل ايه. فقابلنا واحده بتعمل الصابون فده كان دعمنا ليها، واحده عايزه مكنه تصوير، مكنه خياطه، تربيه اغنام، تربيه دجاج فعملنا التنوع ده اهم وابقى، لان انتوا مهما ساعدتوا ومهما نزلتوا، اولا العدد لازم عدد كبير قوي عشان يخدم ويقدم السلع، فدي مشكله هتقابلكوا ومش هتغطوا كل الناس، لكن المشاريع بتدوم اكتر.
يعني فايدتها بتدوم اكتر. انا كده بساعد شخص مدى الحياه، مش بساعده شهر رمضان او كام شهر في السنه وبسيبه بعد كده خلاص. صحيح، ده صحيح. حاسه حاليا احنا في السفراء، يعني احنا سفراء العمل التطوعي التنميه المستدامه، فاحنا بنشتغل على جميع اهداف التنميه المستدامه. كمان بنركز اكتر انه المشاريع او الحاجات اللي بنعملها تكون لها استدامه، زي المشاريع الصغيره اللي تكلم عنها سعاده السفير حاتم الروبي. احنا فعلا عايزين حاجه، بنعمل حاجه وعايزينها تكون مستديمه ومستمره. زي حاليا احنا عندنا القريه النموذجيه، ده مشروع احنا شغالين عليه بالفعل على الفيوم، محافظه الفيوم. عايزين ناسس يعني القريه تكون قريه متكامله نموذجيه، ما يكون ناقصها حاجه، بحيث انه فيما بعد ننتقل لمكان ثاني ونقدر ناسس في مكان ثاني. تمام، افكار جميله قوي، يا ريت تتحقق، ويا ريت نساعدكم، يا ريت مساعدتنا ليكم ان احنا نلقي الضوء على عليكم، على شغلكم، عشان يجي لكم متطوعين اكتر. انا عايز اعرف برضو المساعدات الماديه بتجي لكم منين، بس خلونا نطلع ندعوكم الساده المشاهدين للتقرير ده عن مائده افطار رمضانيه، نشوفها مع بعض ونرجع نستكمل حوارنا. اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، بنستكمل لقائنا مع سفراء العمل التطوعي، واللي شفناه مع بعض في التقرير دلوقتي مائده الافطار الرمضانيه دي كانت تحت اشرافكم او انتوا اللي اقمتوها. ممكن التفاصيل بقى نعرفها منكم، دي تقريبا مساكن الزلزال بالقطاميه بالظبط. دي مائده احنا سادس سنه نعمل المائده في نفس المكان، ويمكن اختيارنا للمكان هي خلف وأمام مساكن الزلزال، فهي فرق بين يعني مستويين من الناس فظيع جدا، فاحنا اخترنا المكان ده يعني اختياره حتى اختيار متعمد. متعمد فعلا فرق، نقول ايه، شارع وبيفرق بين مستويين بالظبط. فحته اللي احنا بنركز عليه دايما حته التكامل والتضامن، فدي كان هدفنا اللي احنا نعمله في المنطقه دي. الجميل في المائده خلال الست سنوات دي، احنا دلوقتي المائده مدار الشهر كله مش عاملين مائده وسايبينها، تقريبا 200 متطوع من سفراء العمل التطوعي بينزلوا يخدموا المائده، وعاملينها فرق. يعني النهارده هتنزل فرق بتختار مسمى، ومنافسه بيشوف مين هيجيب احسن من اللي جاب اليوم اللي قبليه فاكهه والحلويات الشرقيه. مين بيساعدكم معلش على الكلام ده كله؟ الجميل بقى اللي هم الاعضاء اللي بينزلوا دول هم اللي عاملين المائده. ايوه، احنا كل الانشطه بتاعتنا والمشروعات الصغيره والقافله الطبيه، الناس اللي بتنزل هي المتبرعين. أيوة. فده الجميل، الواحد تبرعه بيوصله بنفسه
شايف بعينيه ان التبرع بيوصل المكان والاشخاص الحقيقيين اللي يستحقوا. بالظبط، يمكن ودي مهمة. ده حضرتك زي ما كنا بنتكلم، ده السبب الرئيسي اللي خلانا نوصل من 8 افراد ل 15,000 في الفتره القصيره دي. اللي بيجي بيحضر مره وبيقدم الفلوس اللي عايز يطلعها بايده بيروح يخلي اخوه يجي واخته ومامته ووالدته واصدقائه يجوا، فهو ده اللي عمل لنا الانتشار وهو ده اللي عمل لنا الدعايه من غير ما احنا يبقى في مجهود قوي في اللي احنا ازاي نسوق لسفراء العمل التطوعي. ايه اكتر مشاكل بتواجهكم لو احنا عايزين نقدم مساعده؟ فاحنا بنحاول نعمل دعايه ليكم، نقول يا جماعه الناس دول موجودين ويتواصلوا معاكم عن طريق فيسبوك. هتقولي لي ازاي؟ تمام. يدخلوا على موقع ايه واسمه ايه؟ يكتبوا سفراء العمل التطوعي على سيرش على الفيسبوك، هيكتبوا سفراء العمل التطوعي مصر، هيطلع الجروب بتاعنا على طول، هيلاقوا فيه 15,000. وطبعا الاضافات الجديده هتكون حاجه كويسه جدا يعني. تمام. وانا عارفه ان انتوا عملتوا مجهود كبير قوي، وعلى فكره التطوع بالمجهود والوقت لا يقل اهميه ابدا عن التطوع بالمال. صحيح. يعني انتوا شباب كان ممكن قوي تقضوا وقتكم بطريقه مختلفه، وده للاسف الفكر السائد او الواقع اللي فرض نفسه على كثير من الشباب. ورمضان للاسف بدل ما يكون شهر خير عند البعض بيكون شهر بالعكس الكسل والتكاسل. فانتوا قدوه، احنا فخورين بيكم. عايزين ناس تتواصل معاكم عن طريق فيسبوك، اللي عايز يقدم مساعده زي ما انتوا قلتوا ينزل بنفسه ويوصل الحاجه اللي عايز عشان يطمن اكتر. جميل قوي ان انتم من 2011 لغايه دلوقتي وصلتوا تقريبا ل 15,000 شاب من جنسيات مختلفه، وان هدفكم الكره والاماكن المتطرفه والنائيه. شكرا لكم مره ثانيه. استاذه ميسه محجوب ومؤسس المبادره استاذ حاتم الروبي. شكرا. بشكر مشاهدينا ايضا على متابعتهم لينا. شكرا لكم والى اللقاء، وكل سنه وانتم طيبين.